اربط نيوكليس دي بيطلع منها فايبرز تطلع بره المظله، تطلع بره المظله وتمشي على السطح الخارجي عشان تخش في الانفيرو سيريبيلر دكت، ويبقى بالتالي فايبرز دي تسمى انتيرو اكسترنال اربوت فايبرز. على فكره انتيرو اكسترنال اربوت فايبرز دي ليها علاقه مهمه جدا جدا بالاخ ده. يا جماعه دي انتيرو اكسترنال اربوت فايبرز معديه على اللور اند بتاع مين؟ بتاع الاوليف. فالانتيرو اركوت اهي معديه على اللور اند اوف اوليف في طريق الفايبرز عشان تخش في الانفيرو سيريبيلر دكت. ويبقى كده احنا عرفنا مين؟ البوستيرو اكسترنال اركوت التي يطلق عليها سابقا الكيونيو سيريبيلر. والانتيرو اكسترنال اركوت فايبرز اللي جايب الانتيرو اركوت نيوكليا. طبعا بص اهي من قدام البيراميد. من قدام البيراميد من الانتيرو اركوت. طب بص العجب بقى الميديال اركوت دي طالع منها ايه؟ ادي الميديال اركوت نيوكليس. لو حد بقى بيفهم هيعرف اهميه الكلام اللي احنا بنقوله ده. هو ده الميديال اركوت نيوكليس بتطلع منها فايبرز تمشي جوه الاوبن مظله، تمشي جوه المظله راجعه بوستيرلي جوه السبستنس بتاع المظله فيري فيري كلوز تو ذا ميدل لاين. تروح طالعه فين؟ اسمها لي الحته دي تطلع في الفلور اوف ذا فورس فينتر وتروح عامله كروسنج للاوبزيت سايد عشان تخش الانفيرو سيريبيلر بدانكل اوف ذا اوبزيت سايد. الفايبرز دي انتوا سمعتوا عنها قبل كده اهو. عارفين اسمها ايه؟ انا هقول مكانها ما تبصوش على السبوره. دي معديه عند البونتو ميدالر جانكشن. ماشيه كده العرض. معديه على البونتو بناي ايه؟ ميدالر جانكشن وهي اللي بتقسم الفلور الى بونتاين بارت فوق وميدالر بارت تحت. افتكرتوا الفايبرز دي كان اسمها ايه؟ استرايا ميدالاريس. فالاسترايا ميدالاريس دي اللي موجوده في الفلور اوف ذا فورس فينتر. كنت بس اقول لك الفلور كده هو متقسم لبونتاين بار وميدالر بار وبتاخد الفيتشرز بتاعتها. هي دي بقى اصل الايه؟ الميدالر استرايا. الميديال اركويت نيوكليس. فكده يا جماعه الكلام بيجيب بعضه. يعني انت كده اول كنت ايه سمعت عنها في الفلور واسمها استرايا ميدالاريس وماله يا اخويا وماله وخلاص وكده اهو. دلوقتي انت عرفت الاصل بتاعها جاي منين وماشيه ازاي. ماشي بعد يا جماعه ما عرفنا الكلام ده هو مش لازم برضو نفتكر في الباس واي اوف بروبروسبشن تو ذا سيريبيلا التراك الشهير اللي اسمه فيستيبيو سيريبيلر تراكت. الفيستيبيو سيريبيلر تراكت اللي فيه فايبرز دايركت من الفيستيبيو جانجل وان دايركت لان الفايبرز دي ممكن تعمل ريلي مع الفيستيبيو نيوكليا. فيبقى احنا اذا عشان نحفظ الكلام دول يبقى احنا اولا في عندنا ثلاثه فايبرز احنا اوريدي عارفينهم من الان كونشس بروبيوسبشن دول السيريبيلر اللي هو دورسال سباينو سيريبيلر تراكت والفيستيبيولو الفيستيبيولو سيريبيلر تراكت و الكيونو سيريبيلر. دي بقى فكرتك بمين؟ الكيونو سيريبيلر دي اللي هي بوستيرو اكسترنال اركوت فايبرز ودي راح مفكرك بالانتيرو اكسترنال اركوت وفكرتك ب الاسترايا ميدالاريس. ماشي في اي حد تاني ماشي هنا هون في نفس الرسمه خليك بقى في حاجتين في الرسمه دي فكروك اسمها ايه النيوكليس دي؟ الانفيرو ليبر نيوكليس وجرانها
الدورسال والميديال اكسسوري اوليفر. دول عباره طالع منهم فايبرز ماشيه الناحيه العكسيه بروسيك عشان تخش في الانفيرو سيربيلر دانكن والسيربيلر هيمسفير اون ذا اوبوزيت سايد. يبقى اسمها ايه دي بقى؟ اوليفو اند بارا اوليفو. بارا اوليفو دول اللي هم طالعين من الاكسسوري. فاوليفو اند بارا اوليفو سيربيلر فايبرز. وكنا خدنا ان الجماعه دول اكسترا برامدر ولازم طبعا اكسترا برامدر سيستم يقدم معلوماته لوكيل المخابرات اللي هو السيريبيلوم. ماشي. على فكره ما انساش ان في باس واي في منتهى الاهميه رايح جاي معلومات ومراسلات رايحه جايه معلومات تروح ومعلومات تيجي واوامر مباشره ما بين السيريبيل والاوليفري والسباينال كورد. لان احنا سمعنا زمان عن اوليفو سباين والعكس بتاع سباينو اوليفا وسمعنا عن اوليفو سيربيلا. وعلى فكره في افرنت راجعه اسمها السيربيلو اوليفا. فعلى فكره في هنا وان باس واي ينتقل بالدهب ما بين السيربيل والانفير اوليفر نيوكليس الاكسترا برامبل والسباينال كورد. الباسواي على فكره اسمه سيريبيل اوليفو سباينال باسواي. وده راخي ده ايه؟ طالع نازل على فكره. لازم تجيب معلومات من المسلز ومعلومات من الجوينتس وتطلع الانفير اوليفر ايه نيوكليس اللي دخلها للسيريبيلا والسيريبيلا بيروح بيديك ايه معلومات واوامر عشان نظبط التون والمسلز والحاجات ده. فاوعى تنسى الباسواي المهم دون اللي هو السيريبيلو اوليفو سباينال باسواي راجع رايح افرنت وافرنت. بعديها في الشبكه دي اللي اسمها ايه؟ الريتيكولار فورميشن. الريتيكولار فورميشن طالع منها فايبرز تدي معلوماتها لل سيريبيلو. يبقى اسمه ايه؟ ريتيكيلو سيريبيلو فايبرز. صح؟ لا الريتيكولار سيستم ده رقم مهم قوي. ده ليه اكسترا برندر فانكشن وليه اوتونوميك فانكشن وليه شغل. لا ده في باس واي مهم جدا. الريتيكولار سيستم ده متوصل بالسباينال كورد باي حاجه؟ يعني متوصل بالانتيرو هورن سيلز؟ سمعنا عن اللاترال وميديال ريتيكيلو سباينال تراك. على فكره في هنا باس واي تاني في منتهى الاهميه. الافرنت اللي هتكون ماشيه في الانفيرو سيربيلر بلانك من السيربيلر للريتيكولار فورميشن. فزي ما هو بعيد ريتيكيلو سيربيلر في سيربيلو ريتيكولار اللي وصل لك الاوامر والحاجات دي كلها للسباينال كورد. الباص واي الجديد ده بقى اللي ما بين السيربيلم رايح جاي والريتيكولار فورميشن رايح جاي واسمعنا الكود رايح جاي. ده باص واي اسمه سيربيلو ريتيكولو سباينال باص واي. ماشي. ففي افرنت داخل السيربيلم وطالع منه افرنت وكله في الانفيرو سيربيلر ده. ماشي. ويبقى الافرنت الباس واي والبروبيسبشن افتكروا دي بتلاتة. والتالت منهم اللي هو كيون سيربيلر ده يفكرك بان اسمه التاني اكسترنال اركو. فالبوستيرو اكسترنال اركو تبقى يفكرك بالانتيرور اكسترنال اركو. وبعد كده هو الاوليفو والبارا اوليفو. وانت بتبص في نفس الرسمه الرسمه بتاعتك كانت مين؟ اهو ده الانتيرور اكسترنال اركو. قدامك في الرسمه حاجتين الباقيين الاوليفو والبارا اوليفو سيربيلر والريتيكيلو سيربيلر. طب الافرنت بقى الافرنت اللي راجعه من السيربيلم للازر سنتر مين؟ عرفنا اثنين منهم السيربيلو ريتيكولار والسيربيلو اوليفر كجزء من الباص واي اللي احنا اتفقنا عليه. في اي حاجه ثانيه؟ في طبعا واحد ثاني. واحد ثالث زي ما في فيستيبيولو سيريبيلر رجعنا
رجعي القص ده. سيريبيلو فيستيبيلا. فلازم السيريبيلو يتبادل المعلومات مع السيريبيلو. بس بقول لك ايه؟ هو الفيستيبيلو ده متصل بالسبانيال كورد باي حاجه؟ على فكره زي الاثنين اللي قبليه. ما في يا جماعه ميديال ولاترال فيستيبيولو سباينال تراك. ده يبقى في لازم معلومات برضو ده راجعه ايه طلع ما بين السيريبيلم والفيستيبيولا. والفيستيبيولا ربطك مع مين؟ مع الانتير هورن سيلز تحت. ففي برضو باسواي ما بين السيريبيلم والفيستيبيولر والسباينال كورد اسمه سيريبيلو فيستيبيولو سباينال باسواي. فدول تلاتة باسوايز مهمين جدا 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 للإكوليبريم والكوردينيشن وللمعلومات الانفورميشن المهمه جدا اللي طالعه لك للسيريبيلم والاوامر اللي نازله لك من السيريبيلم على تحت. ماشي؟ ده بالنسبه للانفير سيريبيلر بلانكل. نيجي بقى للهايف قوي اللي هو الميدل سيريبيلر بلانكل. الميدل سيريبيلر بلانكل ما هو الا عباره عن كوليكشن للترانسفيرس بونتاين فايبرز. صح؟ ويبقى اذا الفايبر دي اسمها ايه اللي من البونتاين نوكلياي للسيريبيلم؟ بونتو سيريبيلر فايبر. وده خد بال جزء من باسوي مشهور قوي. موصلنا برضه بالرئيس بتاعنا الكبير اللي فوق اللي هو السيريبيلر كورتكس. في باسوي لازم تكون دايما حاطه قدام دماغك اللي هو كورتيكو بونتو سيريبيلر باسوي. فالميديا سيريبيلر بلانكل ده كله عباره عن افرنت فايبرز داخله للسيريبيلر اللي هي الترانسفيرس بونتاين فايبرز. ودي جايه منين؟ جايه من البونتاين نيوكلياي. والفايبرز اللي جايه من فوق ده يبقى ده الجزء كله بتاع الباسوي الشهير الكورتيكو بونتو سيريبيلر باسوي. ده سهل. نيجي بقى لل سوبيرو سيريبيلر بلانكل. السوبيرو سيريبيلر بلانكل ده 99% منه الفايبرز بتاعت المشرشرة دي الدنتيت نيوكلس. الدنتيت نيوكلس دي بقى يا جماعه طالع لك منها فايبرز السند اب في السوبيرو سيريبيلر ده. فما وصلت لمين؟ وصلت للتجمنتم اوف ذا لور ليفل اوف ذا ميدبرين. لان هي جايه من تحت فلازم توصل للنور ليفل. هتروح معاه بقى بتاع الناحيه الثانيه ويعملوا كروسنج لبعض. الديكاسيشن اللي احنا عارفينه اللي اسمه ديكاسيشن اوف سوبيرو سيريبيلر بدنك. اليمين راحت معاه للشمال. اول بقى ما هنعدي الميدل لاين. الفايبرز دي اللي هي السيريبيلر. اقوم كمان نقول عليها دنتاتو. او دنتو لانها جايه من دنتا ايه؟ دنتات نيوكلياي. الفايبرز دي بقى اول ما عملت الديكاسيشن اللي اسمه سوبيرو سيريبيلر ديكاسيشن هتروح عامله ايه؟ في بعض الفايبرز تروح نازله لتحت. تنزل لتحت لمين؟ تنزل لتحت للانفيرور اوليفر نيوكليس. بس ولل ريتيكولار فورميشن. وده على فكره جزء من السيريبيلو اوليفو سباينال باسواي للانتيرو هورن سيلز. واللي راح ريتيكولار فورميشن ده جزء من السيريبيلو اوليفو ريتيكولو سباينال باسواي. فاحنا في باسواي ديسندنج من الميد برين. الاسندنج بقى الاسندنج فايبرز دي كل امالها توصل لمين؟ عايزين نوصل للسكرتير بتاع الكبير. طبعا السكرتير بتاع الكبير مين؟ السانس. فكل الفايبرز اللي بقى اسندنج بعد الديكاسيشن لازم توصل وعايز توصل للسانس. والسانس طبعا مش هيحافظ عليها، ده لازم يكملها بعد مين؟ للكورتكس.
الاسندنج فايبرز دي اللي هتوصل للسرنس، يبقى الفايبرز دي اسمها ايه؟ سيريبيلو سلامك فايبرز. وده كده المعلومات مباشره من السيريبيلم، سيريبيلو سلامك اللي هتروح موصلها لك بعد كده سلامو كورتيكال للكورتكس، وصلت المعلومات للكورتكس. وده تصوير على فكره مهمه قوي، اسمه ايه؟ سيريبيلو سلامو كورتيكال باسواي. ده الفايبرز طلعت مباشرة. ساعات في فايبرز هتقابل الأخ المحمر ده اهو. النيوكلس المحمر دي بقى مين؟ الريد نيوكلس. في بعض الفايبرز هتروح عامل ريلي فيها. بس ولا كأنها عملت حاجة. فايبرز عملت ريلي في الريد نيوكلس، بس بعد كده الفايبرز الإيفر اللي طالعه من الريد نيوكليس هتروح برضه مكمله الطريق هو هو. تطلع للسلامس، والسلامس يروح مطلع فايبرز جديده للسيريبرال كورتكس. فانت عندك بقى بالمنظر ده الاسندنج فايبرز دي لازم تطلع معلومات الرئيس الكبير اللي هو السيريبرال كورتكس الكورتيكو. فنوصلها ازاي؟ يا اما مباشره سيريبيلو